السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. أرحب بضيوف الكرام معنا هذه الليلة، الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مركز جواثة الاستشاري، مساك الله بالخير. مساء الخير. ومعنا أيضا الكاتب والإعلامي عقل الباهلي، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا الأستاذ عبد الله ناصر عتيبي الكاتب سابقا في جريدة الحياة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. طبعا سابقا اللي هي جريدة الحياة. صحيح. معنا ايضا الكاتب في جريده الكاظم الاستاذ عبد الرحمن الطريري، مساك الله بالخير. حياك الله ابو عبد الله. اهلا وسهلا بضيوف الكرام، بكم والى موضوعنا الاول. كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تطوير حقل الجافورة سيحقق طوال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 32 مليار ريال، ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر ب 75 مليار ريال سنويا. ووجه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030. وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال خلال تدشين فعاليات مؤتمر سابق 2020 أنه سيتم الإعلان عن أمر يعد مفخرة لأرامكو وقطاع الطاقة السعودي. وجاء الإعلان عن الحفل بعدما عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعا برئاسة ولي العهد اطلعت فيه على خطط تطوير الحقل العملاق في المنطقة الشرقية، والذي يعد أكبر حقل للغاز يتم اكتشافه في السعودية. دكتور، طبعا احنا سعيدين بوجودك ايضا معنا في هذه المناسبة التي يعني حدث فيها هذه المفخرة الاقتصادية بحسب تعبير الأمير عبد العزيز بن سلمان. أبغاك تشرح لنا ما هو مشهد سوق الاقتصاد المحلي وسوق الغاز العالمي يعني بعد إعلان المملكة عن تطوير هذا الحقل. بالتأكيد هذه إضافة جدا مهمة، والاحتفاء اللي نشاهده يعني اليومين هذه بحقل الجافورة احتفاء مستحق. موقع يعني قريب إلى كل إلى قلب كل مواطن. هو يمتد بالطول يعني إلى الغرب، غرب الجافورة، حقل الغوار العملاق العظيم اللي ما له مثيل في العالم. أي. وإلى شمال الجافورة حقل بقيق، يعني يمكن الأخ الصغير. أي. وطبعا إلى الشرق الجافورة الخليج العربي. على تخوم الجافورة في الخليج العربي أكبر حقل غاز في المياه المغمورة اللي هو يعني مشترك بين قطر وإيران، حقل الشمال اللي يسمونه في قطر حقل الشمال. أي. هذا الاكتشاف نقل ترتيب المملكة في احتياطيات الغاز إلى المرتبة الرابعة، من السادسة إلى الرابعة. بالتأكيد الغاز له شأن كبير هذه الأيام. ومن فترة، من حين صار الاهتمام بالبيئة أكثر والوقود النظيف هذا الأمر. الأمر الآخر أن كفاءة الغاز إجمالا أعلى كثير من كفاءة يعني النفط والسوائل. بس القصة الأخرى أي قصة اقتصادية بامتياز. علينا أن نتذكر أن يعني دائما كان هناك سقف لما هو متاح من غاز في المملكة العربية السعودية تقليديا، باعتبار أن الغاز كذلك تقليديا في المملكة مصاحب للنفط. إيه؟ فكان يعني يعتمد كمية الغاز تعتمد على كمية النفط. الأمر اللي صار أنه عبر السنوات اتسعت صناعة البتروكيماويات السعودية اتساعا كبيرا، وأصبحت هي يعني المهيمن إلى حد كبير. نعم، إلى الصادرات غير النفطية. نعم. تقدر حدود 160 مليار الآن. الأمر الآخر أن هناك يعني توجه استراتيجي
لصناعة البتروكيماويات والصناعات كذلك التي تعتمد على الغاز سواء كلقيم أو طاقة في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي حقيقة لنا في المملكة العربية السعودية لتنويع الاقتصاد ولجذب استثمارات القطاع الخاص سواء كان في المملكة خارج المملكة. قصة نجاح واضحة جدا في كيف ممكن أن يساهم القطاع غير النفطي في تنويع الاقتصاد في السعودية على مدى يعني 40 سنة الماضية. الآن إذا لاحظنا يعني ما الذي سيجلبه هذا الحقل للاقتصاد السعودي؟ إيه؟ عند الحديث عن المساهمة الاقتصادية فهو تقريبا سيساهم بحوالي 3% إضافة 3% للناتج المحلي الإجمالي. الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حدود 2600 مليار ريال. والحقل بيساهم في حدود 70 مليار ريال سنويا، فهذا حوالي تقريبا 3% أقل شوي من 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه نسبة كبيرة. الأمر الآخر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي ضروري جدا لتوليد المزيد من وظائف وكذلك تحقيق مستهدفات 2030 في أكثر من مجال. حديث عن توليد الوظائف كوننا نتكلم عن الاقتصاد، يعني الثابت من خلال الأبحاث المحكمة والرصينة أن زيادة إنتاج الغاز في أي بلد يكون لها انعكاسات إيجابية على التوظيف. يعني في بعض البحوث تتحدث أنك أنت أضفت حوالي 20 مليار قدم مكعب من الغاز، هذا سيولد حدود 18 وظيفة، ويعني سواء كانت مباشرة في صناعة النفط والغاز أو كانت غير مباشرة في الصناعات الأخرى والأنشطة الاقتصادية الأخرى. الأمر الآخر أن سيكون لتطوير هذا الحقل انعكاس مباشر على المالية العامة، كذلك في حدود 3% على المدى يعني المنظور لتطوير هذا الحقل كما يعني بيّن سمو ولي العهد في تصريح. فالمالية العامة، المالية العامة أقل قليل من تريليون مثلا ما تحقق فعليا في عام 2019، فأنت تتحدث أنك يعني حوالي 20 مليار ريال إضافة في الإيرادات. الأمر الآخر والمهم كذلك هو أن سيكون هناك تكاليف استثمارية لتطوير الحقل. التكاليف الاستثمارية لتطوير هذا الحقل في حدود 420 مليار ريال. هذا ماذا تعني؟ يعني هذا مبلغ بالنسبة لنا في الاستثمار في السعودية كبير. هناك مؤشر لقياس الاستثمار في أي اقتصاد يسمى معدل رأس المال الثابت، معدل تكوين رأس المال الثابت Fixed Capital Formation. في السعودية تقريبا احنا 18% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، يعني تتكلم أزيد شوي من 400 مليار ريال سنويا نتلقى التكوين رأس المال الثابت في السعودية. فأنت تتخيل أن هذا ممكن تزيد في حدود، تصور بيدعم تكوين الاستثمارات أو تلقي استثمارات ثابتة يمكن في حدود 10% 15% تبعا للنمو الاقتصادي. فكذلك لا انعكاسات، وهذا يعني مباشرة غير مباشرة. إذن هذا خبر يعني بالفعل اقتصادي بامتياز، سيعني نقلة نوعية كبيرة للاقتصاد، لقطاع النفط والغاز، للصناعة. الآن الغاز لن يكون هناك، يعني في وفرة الغاز أو عدم وفرة الغاز كان في وقت من الأوقات معيق. يعني الآن الأمر الآخر أنه مع توفره سيفتح الأفق واسع أمام توسع الصناعات السعودية وتلقي يعني أطراف قد تكون مهتمة للقدوم للمملكة العربية السعودية نتيجة لوفرة الغاز في المملكة، وإنها اقتصاد يعني كبير ومستقر وموقع جغرافي متميز، فهذا سيكون يعني مدعاة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يضيف على المزايا الاقتصادية يعني أكثر بكثير مما ذكرت. ممتاز. عقل أنت إيش رأيك يعني من منظور كمواطن؟ والله يعني طبعا الدكتور يعني قال كل ما
ما يجب يعني العلم قال تحدث في العلم بس ممكن يعني الواحد أنا أول شيء من مجرد ما يصير الموضوع بعد 20 سنة أكتئب يعني. لا مو 20 سنة بيبدأ الإنتاج الشهر. لا قصدي يعني المردودات. يعني لا تكون هالأجيال. لازم تفكر في الأجيال الجاية. هذه أنانية. لا أشغلون الأجيال القادمة. الله جاب لنا هذه أخورة إن شاء الله يسد متطلباتهم القادمة. طيب. والطبعا أنا سمعت يعني. ما يتناقله المتخصصون انه مساله الاستهلاك البترول في يعني في الداخل عالي جدا وفي الغاز يعني الغاز الموجود المصاحب اللي الان يستخدم لا يكفي وحسب تقديرات المتخصصين بانه 5% يروح للصناعه و95% يصير بين الكهرباء والتحليه وسمو ولي العهد يعني كما في التوجيه أنه هذا يعني كل الغاز سيوجه إلى أن يكون بديلا لاستخدام النفط لأنه الآن يستخدم النفط بكثرة وأنواع كثيرة بالذات في التحلية يعني وأيضا الغاز يعني هو أقل يعني تلوث بيئيا أفضل بيئيا يعني أفضل من فبالتالي كون أنه يجي عندنا مصدر للاستهلاك في الصناعة والكهرباء والتحلية أعتقد أنه هذا يعني شيء مبشر وشيء يعني يساعد البيئة يساعد جهات البيئية أنها تتحكم في التلوث في المملكة ونحن نعرف الآن العالم كله يعني في مؤتمرات العرض كلها تركز على والاستثمارات أيضا الآن تذهب إلى حيث ما يكون هناك حماية من التلوث وفي أنظمة واضحة فيعني مسألة أنه وجود أيضا ألف باء هذه ثروة الآن تتحقق وثروة يعني لها جانب في العالم الآن يعني الدول اللي لديها الغاز تفعل يعني ومعدودة يعني الدول اللي تلعب دور محوري في العالم معدودة يعني في هذا الجانب في الغاز فنحن بنكون من دول مؤثرة يعني في سواء في الغاز أو ما يتوفر من النفط نتيجة استخدام الغاز يباع في الأسواق أيضا بأسعار له منتجاته بالتالي أنا أعتقد أنه المشروع يعني إن شاء الله يعني وجوده مكسب مادي ممتاز. مكسب معنوي أيضا مكسب سياسي أيضا قوة للمملكة يعني صحيح. في المفاوضات وفي الاستثمارات مثل ما تفضل الدكتور فيعني إن شاء الله نتأمل خيرا ونتأمل أنه يعني يكون الخطط الموضوعة له يعني تمشي ويعني يسحب كل المشروع الاقتصادي في المملكة إلى أنه ينهض من جديد ويعني يأخذ مداه كما تتوقع القيادة وكما يتوقع المتخصصون في أعمال الاقتصادية طيب عبد الله أنت إيش رأيك يعني هي الحقيقة خطوة هامة لشركة أرامكو السعودية كيف تصف هالخطوة هالاكتشاف يعني الحقيقة مثل ما تفضل الدكتور إحسان احنا مبتهجين والوطن كله مبتهج لسبب يعني دائما في اكتشافات حقول بترولية حقول غاز في السنوات الماضية لكن هذا الحقل تحديدا له أهمية خاصة ربما لأسباب السبب الأول ربما لأنه راح يدعم صناعة البتروكيماويات بشكل كبير جدا يعني راح ينتج منه حوالي 130 ألف برميل من غاز الإيثين وغاز الإيثين هو يعني مدخل رئيسي في صناعة البتروكيماويات أيضا البروبين والبيوتين كلها أيضا يعني الإيثين 40% من إنتاج المملكة حيكون من الحقل هذا فهذا رقم كبير يعني سيدفع بصناعة البتروكيماويات إلى آفاق أرحب البروبين كذلك البيوتين كذلك حوالي 35 و30% والله ما أدري لكن أيضا هذه لها يعني أيضا مدخلات مهمة في صناعة البتروكيماويات المسألة الثانية أن الغاز اللي في الحقل هذا غير تقليدي يعني احنا في المملكه كل حقول الغاز تقريبا تقليديه يعني يا اما مصاحبه للنفط يا اما غير مصاحبه بالحفر نتيجه الحفر ومجرد هل هذا يعني تقصد انه صخري هذا صخري
هذا يحتاج انتاجه يحتاج طرق غير تقليديه غير مساله الحفر يعني وهذه ربما تكون مكلفه اكثر لكنه ادخلنا في مجال جديد ادخلنا في افق جديد في مساله الغاز يعني هذه مساله موجوده في امريكا الغاز الصخري منذ سنوات وامريكا يعني فتحت افاق رحبه في هالمساله وساعد ايضا في تخفيض سعر الغاز عالميا احنا دخلنا الان انا اعتقد ان هذه اختراق لسوق الغاز العالمي من خلال الجافورة مسألة أخرى أيضا أنه 410 دولار يعني مثل ما تفضل الدكتور رقم ضخم جدا وهذا سيساهم في وذكروا اللي هو 110 دولار 110 مليون مليار دولار اللي هو تطوير الحقل هذا سيساهم مثل ما سم 400 ويمكن 80 400 مليون صح؟ اي 110 مليون مليار دولار أنت قلت 100 ريال وهذا ذكر ولي العهد أنه سيساهم في يعني إيجاد وظائف كبيرة للسعوديين وأيضا زيادة المحتوى المحلي يعني 110 مليار دولار ستساهم فيها شركات سعودية كبيرة سواء بمنتجات محلية مصنعة محليا أو يعني شركات لها اختصاصات في هالمجال هذا تعمل داخل المملكة فهذا ومن مستهدفات الرؤية زيادة المحتوى في السعودية أنا أعتقد أن هذا الحقل يعني يعتبر ربما من يعني الأمور المبشرة جدا لتحقيق رؤية 2030 لذلك كلنا فرحانين فيه تماما اخترق مسألة الغاز في المملكة بشكل آخر المسألة المهمة الأخرى الحقيقة أنه إيران روسيا رقم 1 و2 على مستوى العالم أو روسيا إيران احنا إيران روسيا أو إيران روسيا احنا كنا في البترول ربما رقم 1 أو 2 الآن في الغاز رقم 1 الآن عندنا قدمان نستطيع أن نتحدث بهم أمام العالم كنا على قدم واحدة كان الروس والإيرانيين والقطريين يتحدثون باسم الغاز الآن احنا صار لنا ساقين نقف عليهما عندما نتفاوض مع الآخرين عندما نتحدث مع الآخرين عندما يعني نناقش قضايانا السياسية مثل ما تفضل أبو مهند أيضا مع الآخرين فهذا أيضا ستصنع لنا قوة سياسية هي قوة اقتصادية حقيقية بلا شك موجودة على الأرض لكنها ستصنع لنا حضورا سياسيا في المستقبل أقوى مما نحن عليه أنا كنت بسأل عبد الرحمن الطريري باعتباره يعني محلل سياسي عن انعكاس هذه القوة سياسيا فيمكن الاستكمال على كلام اليوم احنا في الشرق الاوسط المعارك اللي نعيشها تحديدا هي معارك الغاز اليوم تركيا لا تتوجه الى تركيا لليبيا عفوا نصرة للمواطن الليبي ولكن لانه هذه المنطقة التي فيها ليبيا مصر اسرائيل قبرص سوريا هذه المنطقة هي مهمة جدا في الغاز وبالتالي في معارك مهمة على مستوى الغاز وبشكل رئيسي على مستوى تصدير الغاز إلى أوروبا لما تروح للدولة مثل ألمانيا لما يشتغلون على مزيج الطاقة هم يهتمون أنه تكون فيه مزيج الطاقة يتكون من الرياح ومن الطاقة الشمسية ومن الغاز يستبدلون النفط التقليدي وبالتالي جزء أيضا من المعارك اللي تصير بين روسيا وبين تركيا أنه هل نمد الغاز عبر الأراضي التركية لأوروبا أو هل نبد بشكل مستقل وبالتالي هذا الإنجاز مهم جدا في السعودية لأن السعودية تمتلك ميزة إضافية أنه هي الوحيدة الأقرب لآسيا ولأفريقيا ولأوروبا في نفس الوقت وبالتالي تكلفة حتى النقل هذا الغاز هي ميزة نوعية لديها لا تمتلكها مثلا دول مثل روسيا أو مثل إيران بحكم أنها يعني موجودة على 3 مسطحات مائية بلا شك أنه الغاز هو في ظاهرة هو ملف اقتصادي وملف تنموي لكنه أيضا هو ملف سياسي لأنه شهدنا مثلا كيف أنه روسيا تساوم مثلا ألمانيا على مستوى مد الغاز ورأينا كيف أنه ترامب غضب من ميركل أنها وقعت على اتفاقات غاز مع روسيا فبالتالي أنا أعتقد أنه ميزة نوعية بالنسبة للسعودية وأيضا يعطيها ميزة سياسية تفاوضية بلا شك بس كنت يا دكتور هو قال عبد الله على الفروقات بين هذه الحقول فإيش الفروقات هل هي نوعية ولا كمية بين الفاضلي والغوار والجافور؟ لا بالنسبة لنا ما يعني الجافورة ما له مثيل يعني مثل ما تفضل الأستاذ عبد الله وبين أولا أنه يعني كما أعلن أنه غير تقليدي الأمر الآخر الكمية الهائلة نتكلم 200 تريليون الكمية الهائلة الأمر الثالث انعكاساته يعني مثل ما تفضلوا الأخوان يعني سواء سياسيا أو اقتصاديا
إذا نظرنا من الناحية الاقتصادية فيعني أفق واسعة جدا، سواء يعني في الصناعة مثل ما تكلمت قبل شوي، تطوير الصناعة، والصناعة تعرف أنت يعني سواء بتتكلم بتروكيماويات أو بتتكلم طاقة وطاقة نظيفة، والآن أصبح جدا يعني من الأمور المهمة كثيرا بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي قضية الانبعاثات، انبعاثات الكربون. نعم. هذا بيحد منها ويضبطها. النقطة اللي ما ممكن تخفيف من أهميتها إنتاج الكهرباء. يعني صحيح هناك في توجه للطاقة المتجددة، إنتاج الكهرباء من الرياح ومن الشمس وكذا، ولكن تبقى أنك أنت بحاجة إلى الكثير من الغاز علشان تخفف من وطأة استهلاك المولدات القديمة للمحطات التوليد القديمة التي تعتمد على النفط الثقيل. نعم. فهي أنت عندك أكثر من بعد. نعم. طيب. يعني احنا الان 10 مليون او 11 مليون انتاجنا من البترول، اعتقد 10 مليون برميل. نعم. كم محليا يستهلك؟ أربعة مليون برميل، رقم كبير. فاذا دخل الغاز في هذه المعادله بيقلص، ستستفيد من هذه الملايين للتصدير الخارج. اي، وانت مطلع يعني لرفع الكفاءه، رفع كفاءه الغاز اجمالا كوقود، كفاءه اعلى من النفط اجمالا. فاصل ثم نعود اليكم.